في لا يتلقى مصر واجس عذاب وخوف ولا منه وسيلة تجران الألم والآه في لا يتلقى مصر واجس عذاب وخوف ولا منه وسيلة ولا منه واسينا جنين المر والعلقم وكان الحلم ورد وتوت ودنيا تغلق أبواب السعادة في خطاوينا جنينا المر والعلقم وكان الحلم ورد وتوت ودنيا تغلق أبواب السعادة في خطاوينا بأمنا وصبرنا احنا مشاهدين بيوت نردد يا عسى باكر ترسينا موالينا ترسينا موالينا موالينا. هل انت من صدقك ان ياسر بيشتغل مع يابر عقب كل اللي سواه فيه؟ يعني ايش تبغى يسوي؟ ما حصل شغل الريال؟ كان بيموت من اليوع وولاده ولا تبغى يسرق؟ انا ما قلت شيء، لكن اهون علي اموت من اليوع ولا اذل نفسي حال واحد مثل يابر. يا عابد يا ولدي، ياسر معذور، لو بروحه يمكن، بس عنده حرمه وولد ومسؤولين منه. ها كان كيعاد. يا عابد يا ولدي، ترى الولد مثل العين اللي يشوف بها الإنسان، ويمكن أغلى بعد من العين. يعني أنا عينك اللي تشوفي بها؟ أنت روحي اللي عايش بها. إذا رحت عني راحت روحي معك. الله يخليك لي إن شاء الله وتربين أولادي بعد يا الغالية. هاي يا السيد اشوفكم. صباح الخير حمي. صباح الخير حمي. صباح الخير. ياسر ما ياهلي؟ لا عمي ما ياه. زين وايش سويت اليوم؟ ما حد فينا سوى شيء. وما صرتوا عند اللينك اليوم؟ لا لا. وايش عايز تسوي عيل؟ غيبوا. سلام عليكم. كل واحد فاخ هذي. حسبي الله عليكم ونعم الوكيل. نوارة علامك الله يهديش. ايش فيش؟ ما اعرف ليش خايفة. خايفة من ايش؟ خايفة عليك من هذا الشغل. لا تخافين علي، لا تخافين علي. انت المهم بس خلي بالك على نفسك وعلى ماجد. متى بتي؟ بي كل ما حصلت فرصة بي، واذا ما قدرت بطرش لكم فلوس ان شاء الله. بس تطول علينا يا ياسر. اكيد اكيد يا نوار. يلا فمان الله. فمان الله ماجد. خلي بالك على نفسك وعلى امك وترك رجال البيت من بعدي. ها بعد عمر طويل ان شاء الله. ان شاء الله. يلا فمان الله. واظن الفلوس اللي عندك بتكفيش لما يصير ورد. بتكفي. يلا بصير عنكم. خلاص بني معك. لا لا من تسيري معي، انا بصير السوق بعدي. خلاص توكل على الله بحفظه. يلا فمان الله. فمان الله.
يا ياسر قدامك الرحمن. السلام عليكم عمي. عليكم السلام. حي الله بمازن. الله يحييك. كيف حالك؟ الحمد لله بخير عمي الله يسلمك. بس بسألك عمي، ياسر ياكل البارحة؟ نعم ياني وتعذر وتأسف. الحمد لله زين، وعسى حصل شغل معك. عفا عليك يا مازن، ثاني وعدتك. يا خلاص الحين اشتغل وبيسافر. مسافر هين؟ أعطيته غوازي يشتري ويبيع فيهن، والربح ترى النص بالنص، ما بيصير مكان بعيد، لهني بلاد العدالنا. لا زين يا عمي، وراي سديد. عشان بس ما يقولون إن يابر ظالم وما يساعد الناس. ما عليك زود يا عمي، ما عليك زود. السلام عليكم عمي. عليكم السلام. هو مازن كيف حالك؟ الله يسلمك. ياسر ذاهب حال الشومة؟ نعم اني ذاهب ومستعد للسفر من الحين ان شاء الله. بس هاي توكل يلا ما منا خربك. اي والله ان شاء الله. روح شوف رزقك. انا عاد حبيت اطوف عليك قبل مسافر، قلت يمكن بخاطرك شيء ولا شيء، وان شاء الله من ارد بطوف عليك. لا على راحتك على راحتك، بس انت روح لا تاخر عمرك. يلا بخاطركم شيء. احسن في ماله. يلا شد حيلك في ماله. ان شاء الله حياك الله. يلا عمي علي بفتح الدكان. زين تفضل مازن تفضل. والله اشتاقت جديد يا خوله. الله يخليك يا خالتي، تذكريني بأمك الله يرحمها. الله يرحمها، يا ليتها عايشة. أنا مثل أمك يا بنتي يا خولة. أكيد يا خالتي، والله يعلم إيش كثر أحبك. ها أمة مازن. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والدي. خولة الحلوة هني اليوم، أنا أشوف البيت اليوم محلو. هلا مازن. أهلين. ما أنا ترى صار الأسبوع من خبرت لك تبين تشوفينها. والله أني مشغولة، أنا ودي كل يوم أجي، بس هيش أسوي؟ وأنا عارفة هذا الشيء يا بنتي، عارفة. زين قولي لي، قصدي قولي لنا نحب أن يزورك. ما صح ما بس مازن، شوي على بنت عمك. لا يا خالتي خليه، أنا عارفة أنه يمزح. لا والله ما أمزح، انت بس قولي لي تعال بيتنا كل يوم شوفني اي ولا ما اي. زين تعال. ايه بس بشرط. ايش هو؟ انك تجين يوم وانا اي يوم. ليش عاد؟ عشان اشوفك كل يوم. قصدي عشان امي تشوفك وتطمن عليك. تطمن على خطيبة ولدها. يلا يا خالتي انا تأخرت. تو الناس يا خولة. لا يا خالتي انت عارفة وراي شغل. زين يا بنتي على راحتك، بس لا تقطعين عاد. مثل ما اتفقنا، ها اتين يوم ولا يوم. زين انا موافقة، وانا بعد عند كلمتي. زين انا بسير، يلا مع السلامة. خولة ديري بالك على نفسك إن شاء الله. يلا مع السلامة. السلامة. السلامة يا بنتي. إيش هذه الحالة اللي أنا فيها؟ الحين ياسر يشتغل مع ياب، وأنا من غير شغل. إيش أسوي؟ إيش أسوي وأبوي محتاج لرعاية وعلاج، وأنا ما عندي أي شيء أسويه. أنا لازم أدور لي على أي شغل. وأما ياسر الله يسامحه حتى ما قال لي إن اشتغل، ولكن مقيولة إذا سلمت ناقتي ما علي من رفاقتي. لكن منه من اليوم ورايح ياسر هذا ما بعطي أي وي ولا بكلم حتى. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام. أهلا راشد، تفضل استريح. أحسنت عمي جزاك الله خير. عمي بغيتك في السالفة شوية. خير، هي السالفة هذه؟ تكلم.
بصراحة ما أعرف إيش أقول لك عمي، بس أنا أقول إيش عندك راشد، إيش في خاطرك عمي؟ أنا أريد منك قرض. استقرى أنت الله يهديك يا راشد، أول وفي اللي عليك وخلاف استقرى. بوفي إن شاء الله بوفي، بس طال عمرك أنا الحين محتاج. زين كم تبى؟ 20 قرش. 20 قرش أبواي؟ عمي إن شاء الله بسددهم، واعتبرني من اليوم أنا تحت أمرك كل شيء تريده. ما دام كي عيلطف علي بعد صلاة المغرب. يا 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 إن شاء الله يا 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 يا. مثل ما أقول لك عاد. الحين أنت صدق اللي قاعد تقوله؟ كيف ما بصدق حمزة الله يهديك؟ طبعا صدق، كيف أكذب عليك أنا؟ أكذب عليك الله يهديك. آه إيش فيك؟ أنا قصدي يعني متأكد متأكد؟ طبعا متأكد، ومتأكد 100% بعد. سألني أنا عن الأخبار، ما حد يجيب الأخبار غيري. زين إيش اللي يخلي ياسر يشتغل مع يابر؟ خصوصا بعد اللي سواه فيه. بعد إيش اللي خلاه حمزة؟ ياسر ريال فقير، يبغى يعيش، يبغى يعيش أولاده، ما مثلك أنت. هو يبغى يعيش، وأنا إيش فيك بعد؟ أنا صديقة يتخلى عني بهذه السهولة ويصير يشتغل مع من؟ مع يابر، يابر اللي هو سبب في قطع أرزاقنا. والله عاد صديقك صديقة، ما أعرف أنت وياه حرين. لا 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 لا، أكيد هناك شيء وأنا اللي طلعت مغفل. لا 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 حمزة، ياسر لا تفكر فيه، مستحيل أسويه. تتفكر أن ياسر متفق مع يابر؟ هذا مستحيل. أنا متأكد. متأكد من إيش؟ تأخذها بالعقل. ياسر لو كان متفق مع يابر كان حصل ذاك الضرب اللي ياه، لكن ياسر يبي يعيش مثل ما قلت لك، يبي يعيش أولاده. والله ما أعرف، بس أنا ما مطمن من هذا الشغل، ما مطمن بر. أقول لك رأيي، أنا غلطان قلت لك هاي السالفة أصلاً، أنا غلطان، أنت ما أحد يقول لك شيء. ها يا بنتي يا نوارة، ما شي خبر عن ياسر؟ من سار ما نعرف عنه أي شيء. وهو قال إنه بيتأخر؟ قال إنه ما بيطول، والحين صار لأسبوعين من سار. وهو هيش يشتغل؟ وهين؟ والله ما أعرف، اللي عارف أنا يابر معطلنا مبلغ شغلة والربح بالنص. يمكن يباله وقت لحد ما يرجع يا بنتي يا نوارة، ولحد ما ياخذ ويعطي في المكان. والله يمكن. علامة ماجد ما عايبني اليوم، ما صاحي شوية. وهو هيش عورة؟ بطنه وما ياكل شيء، ويوم ياكل يزوع. مسكين، يمكن كبد، يمكن يباله مسح كبد. زين ومن هني بمسحه؟ أنا يا نوارة بس اليوم ما يستوي، باكر الصبح هاتي ويكون ما ماكل، والمدة 3 أيام بنمسحة، وكان هي كبد بيصير بخير إن شاء الله. إن شاء الله. وهذا نصيبي؟ نعم عمي. ما شاء الله، هذا كله في أسبوعين؟ إيش أقول لك يا عمي؟ إيش أقول لك؟ إيش الناس ملتمين علي، واللي يبى من هذا واللي يبى من، والحريم، إيش الحريم؟ أكيد أكيد. أسميك إنك هدار يا ياسر. عاد هدار، شلت بضاعة وبعتها، خلصت يبت غيرها، وخلصت ويبت غيرها، إيش الناس مسوين علي؟ وحين قلت قبل ما رد مرة ثانية أيوة سلم عليك وأطمن على البلاد، إيش أحوالي، كيف ماشي البلاد؟ الأحوال باينة من الفلوس يا ياسر. إيه زين عمي، أنا بترخص عنك الحين. هي تبا استريح، بصير شوي أسلم على أولاد، أطمن عليهم وأطمنهم علي، وبرتاح لي شوية. البيت، البيت أبوي ما فيهم إلا الخير. زين تبى تصير سير، لكن من رأيي ياسر إنك تصير هناك وتأخذ البضاعة الجديدة. البضاعة الجديدة؟ أنت ما قلت البضاعة اللي قبل خلصت؟ نعم قلت. هاد خلاص ماشي، وقت تضيع يا ياسر، سير شوف شغلك، وأنت أصلا حال من تشتغل؟ أشتغل حال أولادي. ما دام حال أولادك عيل يا ياسر وتبى مصلحتهم، سير شوف مصلحتهم. بس أطمن عليهم. زين سير واطمن ورقد ويلس يوم يومين أسبوع وشوف عاد كم بتخسر في هالمدة. لا أسبوع، كلها يوم واحدة وبسير. على كيفك، بس أنا بمصلحتك تراني. هذا شيء أكيد يا عمي، شيء أكيد. عموما أنت لا تحادي شيء بر، لا تحادي شيء. يلا الحين أنا بترخص عنك. زين على راحتك. في خاطرك شيء علي يا عمي؟ لا أحسن. يلا في مالك. أمان الله. يا الله.
خليتك تنسى حتى نفسك يا ياسر. معك ولنا يا ياسر. وليدي وحبه وحسدوني اياه، ولي حاسد اللي وليدي تحسد دنياه. إن شان حرمه حرمها الرب معيشته، وإن شان ريال لا قيض ولا شت، وإن شان صغير صبح من الليل متغير، وإن شان بني مجازاية في زلته. أنا ياسر، ياسر نوارة، فتحي الباب. ياسر ياسر. خولة. هلا مازن. هلا خولة، إيش هالحظ الحلو؟ كيف؟ أنا اليوم أعتبر نفسي محظوظ. زين كيف؟ لأن هذه المرة الثانية اللي أشوفك فيها. مازن خل بالك على نفسك. ومن متى هو مريض؟ صار له أسبوع. أسبوع؟ تخليني الولد على هالحال أسبوع يا نوارة؟ عطيته زموته والحمد لله تعشى ورقى، وخالتي أصول قالت لي هاتي صبح بتمسحة. بتمسحة؟ حال ليش تمسحة؟ كل يوم كان في كبد تلاقيك وما تعشى. أقوم أجيب لك شي تاكله. عيل خلاص ماشي وقت، سير شوف شغله. وانت اصلا تشتغل حال من؟ اشتغل حال اولادي. ما دام حال اولادك عيل يا ياسر وتبغى مصلحتهم، سير شوف مصلحتهم. بس اطمن عليهم. زين ما عليه، سير واطمن ورقد ويجلس لك يوم يومين اسبوع وشوف عاد في كم هالمده بتخسر. ياسر ياسر. ها نوارة، ايش فيك سرحان؟ لا ما في شيء، بس انا بسير عنكم الحين. هين تسير؟ بس المكان ما اشتغل. بس الحين ليل وتوك جاي وتعبان. كل شيء هون عشانكم. زين يلس للصبح ومع عيون النهار اطلع. الصبح انا موعد واحد من التجار بيجيب لي بضاعة. زين تعشى يا ياسر. لا ما به. نوارة خذي هذه الفلوس وخليهم معك. يعني خلاص بتسير؟ بسير. خلي بالك من نفسك بالماشي. يلا فمان الله. فمان الله. الله يحفظك يا ياسر ويوافقك وتشفي لي ولدي. لحد متى بنظل على هذه الحالة؟ لحد ما نكون يد وحده. حن لازم اصلا نكون يد وحده ونقول لا يا اخي، بسنا تعبنا تعبنا صدقنا تعبنا، ننهان وننضرب وما حد فينا يقدر يقول شيء، وننسرق وياخذ من اموالنا عين عينك لا، ونحن راضيين ونضحك نضحك من برا لكن من داخل احنا نبكي. زين والحل؟ الحل انه لازم نوقف يد وحده ونرفض اي شيء طلبه منا وما نسوي له اياه ونوقف قدامه. والديون اللي علينا؟ ها؟ الديون؟ لأنك الحين أنت متسلف منها عشان عرس ولدك. لأن ما كانت عندي طريقة ثانية أقدر أسويها. إيش هذه الحالة؟ يأخذ من أموالنا ونحن نضحك وبعدين يرد يسلفنا وما نقدر ندفع. هذه لعبة، لعبة كبيرة، الله يعيننا عليها إن شاء الله. نحن عمي نحن نحن عمي نحن. عنوان وهدوان عمي. عنوان وهدوان. هه. عنوانكم
ليش تبون؟ قول. لا قول انت. قول انت. قول قول. لا لا قول انت. قول انت. هاي قول واحد منكم يخلصني. ايش عندكم؟ حمزة يا عمي حمزة. حمزة؟ هلامة حمزة؟ دخل المزرعة وأكل وشرب وخرب بعد يا عمي. وانتو هين كنتوا؟ انتو هين؟ موجودين عمي، بس هو دخل بعد ما طلعنا، واحد شافه وياه خبرنا عمي. وهين هو الحين؟ ما نعرف فين زال. زور دور عليه. وما بشوفكم الا هو معكم. خلص هينو. ان شاء الله عمي. ولا صبروا شوي صبروا. بصير معكم الحين سوري. هو طيبة. اه. انا سالم السوق ما تبي شيء؟ طرشلنا اللي طلبته منه. زين زين. تفضل عمي تفضل. يلا تفضل عمي. هلا نوارة. السلام عليكم. عليكم السلام. ما قلت اخبارك حبيبي؟ كيف ان شاء الله وانا الحين؟ الحمد لله احسن. الحمد لله. ابوش اخباره؟ مر علينا شوي البارحه وصار حتى ما يلس؟ ما شرب حتى كوب ماي. زي ما قالكم ايش اخباره؟ ايش مسوي؟ قال لنا شغله زين. يلا الحمد لله هذيك الفايده. ما ما نواره هنا جاي نواره. تفضلي تفضلي. يلا تفضلوا انا سائر السوق. يعني هين دا يصير؟ علاكم ما تتكلمون؟ والله ما اعرف عمي. والله ما اعرف عمي. بس هذا اللي فالحين زدتو. ايش تبانا نسوي نحن بعد؟ ايش تسوون؟ تدورونا وتطلعونا حتى لو من تحت الارض. اه عمي هين ندوره؟ ما بقينا مكان ما دورنا فيها عمي. هين ندوره يا عمي؟ كيف يعني؟ انشقت الارض وبالعته؟ هين ما يغيب؟ خير؟ من هذين اللي تدورون عليه؟ حمزه. علامه ايش مسوي بعد؟ يقول لك دخل المزرعه اكل وشرب وسرق، ولما طلع ما سك الباب وراه، ينهوايش الحاره ودخل المزرعه وما بقى شيء فيها البر. حمزه؟ شوف انت عاد هالصفصوف هذا. لا 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 بصراحه هذا الشيء ما ينسكت عليه. زين انتو ما لقيتوا؟ لا. زين وش ناوي تسوي؟ ايش بسوي بعد؟ هذا اللي ياكل على هلات تنابله لحقوني. هين بصير عمي؟ اقول لك لحقوني. ان شاء الله ان شاء الله عمي. والله حاله يلا قوم يا ولدي قوم ما في كل العافية. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. ما أنا بسير ألعب. هي أنت بتسير وأنت ما صاحي؟ لا أنا بخير الحمد لله. سير سير يا ولدي بس لا تتأخر. إن شاء الله. أنا خايفة رد لبطنة مرة ثانية. لا تخافي ما بيرد لبطنة مرة ثانية. بس أنت طمنيني ما شي أخبار عن ياسر؟ هو ياسر يلس عشان أخذ أخباره. لا تلومينا يا نوارة يمكن صدق عنده شغل. أنا ما مكذبتنا بس كان دي ناس يشوف ماجد. صدقين يوم قام سأل عن أبوه. لا تستعجلين يا بنتي وباكر بيشبع منا ماجد. وايش تريدوا مني؟ باسل تدب 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 يا الله تدب. خلاص عمي توب أرجوك عمي. خلاص خلاص قول مرة ثانية. قول التوبة. التوبة عمي. خلاص قول ما عودة مرة ثانية. آخر مرة ما عودة. خلاص تفضلي. عيبة شيء؟ اي نعم. بغيت هذه وهذه بعد. وبعد بغيت شيء غير؟ لا كفاية. يا ولد. نعم عمي. اقطع لل ايش الاسم؟ خولة. خولة؟ وانت فعلا خولة؟ انا خولة بنت يابر. بنت يابر؟ ما شاء الله ما شاء الله. والله وكبرتي وصرتي عروس. يا ولد اقطع اللي طلبته منك عمتك. تفضلي.
تفضل. حشا ما خبت منك. عيل خذ اغراضك. اعتبريها هديه مني لانك اول مره تدخل دكاني. يا تاخذ الاغراض او تاخذ الفلوس. لا هات الفلوس. كفايه. بنت يابر كل هالجمال وهالحلاوة بنت يابر. هاتوا الحين هاتوا ان شاء الله عمي هاتوا عمي بس عمي خلاص وش خلاص ارجوك عمي لا بس ما قلت لسعود استريح استريح ان شاء الله استريح ما قلت لي متزوجة ليش عمي ليش؟ رد على سؤالي بس ليش ما ليش ما يخصك. لا عمي ما متزوجة. الحمد لله رب العالم. بس مخطوبة. ها؟ لمن؟ لولد عمها مازن. ومن متى الحكي؟ من يوم هم صار. مازنو ما غيره؟ والله حرام. والله حرام هذا الجمال يروح لمازنو. بتشوف. كانها عايبتنك عمي؟ عايبتني وبس. إلا عايبتني وعايبتني وعايبتني. مقيولة. بداية الغيف قطرة وبداية الحب نظرة. أنت مالك أنت؟ أنت إيش يخصك بدي السوالف؟ خلاص شوف شغلة. الله. والله كلامك صح يا سعود. أول الغيف. بعد النظرة يا النظرة عمي خلاص بس خلاص آخر مرة أسكت عمي خلاص خلاص قوم ما أود قول لهم ودروني قول لهم عمي أسكت خير عمي إيش مستوي إيش مسوي حمزة لا ما مسوي شيء ما مسوي شيء على حاجة قاعد تعرفونه وأنت إيش دخلك كيف إيش دخلني إيش يجي لك أنت يخصك ود عمك ود خالك من أهلك؟ لا من أهلي ولا شيء بس شفتكم قاعد يضربوني بس استغربت لا تستغرب بعدك ما شفت شيء وبقول لك لو أنه ما من حقك تعرف قول لي يا عمي قول لي إيش السالفة هذا الإنسان دخل مزرعتي وكل وشرب وضيع وسرق وطلع وخلى الباب مفتوح ينهوايش الحارة كلهن وما بجي شيء في المزرعة بس ما سويت شيء ما ضيعت شيء بس سكت سكت هذا ما سبب عشان اضربه واعدبه يا يلا خذ هذا الحين واحد يلا يا يلا من بين ورا الحين لا اله الا الله مشطنك يلا يا يلا من بين ورا الحين هات لا تخلونا ورا هذاك لا اله الا الله بس انا غلبتوني يلا بروح عنكم اسير السوق ماجد يلا بعدين بيكم اي بعدين يلا لعبوا انتوا زين يلا لا توقفون دوري زين لا تاخر ما بتاخر لا توقفون دوري ها زين يلا لعبوا تعال مسك تعال زيد عمي زيد عمي عمي بس شيبه بس ساعه تروح من الضرب لك تو قول ايش تبغى مني يعوضك عن خسارتك كبر لي يعوضني 50 قرش على الخساره 50 قرش زين زين 50 قرش زين ما علي منك تصرف سامحني وانا مسامح كريم وانت كريم يا مازن ادفع عنا انا لو عندك يا ما تاخرت يا علي عمي انا عندي راي ها تقول انا رايي يا عمي شغله عندك بهالمبلغ لين ما ينتهي وين يشتغل هذا اه زين ما عليه وشغله معي في الدكان وبعض الاعمال الخفيفه كده. كم المدة؟ خمسمية يوم كم؟ كل يوم بيسي
واكله علي بعد. حمزه وافق؟ ايش اقول بعد؟ لا حول ولا قوه. وافق. لا يلا قوم داخل. خلتي كذا. بس 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 عمي انا بقى في موضوع. ما لازم تطوف علي الليله في البيت، الحين مشغول انا. عبي هبط هبط بيسه بيسه عطني بيسه عبي هبط بيسه بيسه بعدها بيسه عطني خوز عني لا اصلخك بالعصايه الحين حص واحد ايش ما وقتك الحين جاي اغنى واحد هني معنا في البلاد ما يعطيني بيسه انا ايش اسوي بس قلت شيء غلط انا بيسه ما قلت شيء غلط تعال تعال انا زين زين عطني بيسه ما زين تعال انا بعطيك يلا لك يوم يا ظالم لك يوم خير اشوفك متضايق مشاكل يا اخوك مشاكل ايش من مشاكل عفا عليك بس يا يابر ترى حنا نعين ونعاون طال عمرك ما تقصر يا علي عساك ذخر ان شاء الله خير ان شاء الله ايش هناك ولا شيء خاص يعني لا والله لا خاص ولا شيء لكن تحيد عاد كل سنه ترى اللينك يبحر يسافر زين وهذا شيء زين شيء طيب بس ما محصل حد يمسك الحسابات مع البحاره يمشي بس وانت تهيا يا سهله مازن مازن ود اخوه احسن واحد يعرف الحساب واحسن واحد بيكون يا علي بس مازن ما يستوي يسافر ويخلي دكانه حال من يخليه دكان هيش سوي بعدين يا يابر هاي فرصة وأظن مازن يريد يكون نفسه وأظن ماشي أحسن من هالفرصة بس يمكن ما يوافق ليش ما يوافق فرصة ويات لعنده بعدين هو ساير محاسب ما ساير حمالي أمه يا علي وانت تعرفها عاد أمه إذا هو وافق أظن أمه بتوافق بس أنت عاد راجع حساباتك بنشوفه شفت يا مازن الحال اللي أنا فيه هذا يرضي من أنت اللي بتحال عمرك أنا أي نعم أنت من قالك تسوي اللي تسويه؟ من القهر اللي فيني والبركة فيك انت وليش دخلني؟ هذه جزاتي يعني؟ لو واقف لعمك ومانع عنه كان ما يقدر يقول لا وليش ما توقفون انتو؟ انت غير يا مازن وعمك يعمل لك ألف حساب يا أخي وقفلة حمزة أنا اللي فيني كافيني نعبد يحب السوالف نعم مازن هي صاير اليوم في السوق انت كيف عرفت انه صاير شيء حسيت هي والله صدق يا خالتك نعم انه مستوي شيء لا ما مستوي شيء عم يابر وسوالفه وبعد تقول ما مستوي شيء يلا يلا قول ما شيء كل السالفه ان عابد طلب من عمي بيسه قام هذاك وتفرع على الأرض يعني تفرع على الأرض وبعدك تقول ما صاير شيء على فكرة حمزة اشتغل مع عمي مسكين بلاش عشان يسواه في مزرعته أنا أكره هذا يا بر أكرها أكرها أقول ما تفضل تكلم يا ولدي أنا بتكلم معك في موضوع زين أنا بخليكم بطلع بسير عند الدكان زين الحمد لله رب العالمين تفضل تكلم يا ولدي هيش هناك ما أنا بخطب خولة بنت عمي بنت يابر أولا هي بنت عمي وبعدين ما غريبة عنها ما أنا عارفة هالشي يا ولدي بس إيش ما أنت تعرفين إن أنا وخولة نبقى بعض ونحب بعض من وإحنا صغار زين وأبوها أنا خبرت عمي إني بكلمه في موضوع قال لي مر علي بعد المغرب زين
على بركة الله يا ولدي شوفه، بس خل بالك وانت تكلمه. كيف يعني؟ يعني لا تخاف يوم تكلمه، وحسسه بالثقة والعزة في كلامك، لأن يابر إذا حسك ضعيف قدامه داسك إن شاء الله. وتراك عارف يا أمي كل شيء إلا كرامتي، وهذا اللي أباه منك يا ولدي، لأن الإنسان بدون كرامة وعزة يضيع ويداس ويوكل. ها حمزة، صدقت كلامي الحين وأبعدك؟ صدقت والله صدقت، وأنا كنت عارف هالشيء من أول. تعال اليوم عارف، إيش خلاك تسوي اللي سويته؟ القهر يا عابد، من القهر. قلت أسير مزرعته، تراها بعيدة وما حد بيشوفني. فتحت الماي على السواقي كلها، خربت اللي خربته ويت. وبعدين؟ ما أدري من هذا اللي شافني وخبره. يلا الحين عاد اصبر على ما ياك. ابوي صاب وساكت ولا بتكلم البر. ايش تسوي هني حمزه؟ انا سالك ايش تسوي هني ياسر؟ عطني بيس، عطني بيس. درنا حين انت ودرنيكم عني والله. انا سالك انت ايش تسوي هني؟ يلا يا مازن توكل على الله وسير عند عمك، ومثل ما قلت لك كلمه بثقه وبروح قويه، ولا تخاف المال اللي عند عمك مالك. ان شاء الله يا امي ان شاء الله. لا تخافي بس لا تعاديني، ادعي لي. ان شاء الله عسى خير ان شاء الله. عسى خير ان شاء الله يا ولدي. يلا في امان الله. في امان الله. يا رب يا رب انك تحفظه يا رب. بس عاد ودرني. بس بس عاد ودرني حينا. بس اقول لك خلينا حينا ودرني. مازن هلا ياسر، متواصل. اريد عمي يابر. هنا هو عمي يابر، من زمان روح بيته. ايه بدال ما يالس تدور على يابر، سير شوف حرمتك وولدك. وانت ايش خصك؟ هذا اللي ناقص، ميانين يعلمون ايش الصح من الخطأ. بس الاحسن انك تسير تشوف ولادك بدل لا قاعد تتمشى في السكيك. انا اللي ما سير عند ولادي ها واتمشى في السكيك؟ والله حالة، والله حالة. الواحد يزاير في هالبلاد وبعدها ما يسلم من لسانكم. انا احسن لي اروح وما ارد. ولادك ياسر عطني بيسه وحده. ايش تبى انت بعد؟ بيسه قرب عني. ايش هذا بعد؟ والله ما حد يعطيني انا بيسه من هين بصرف. مسكين يا نوارة، مسكين. هذا يا أخي إيش اللي غيره؟ عيل ولدي مريض، ما صير أشوفه أطمن عليه. إيش هالأب؟ لكن مقيوله الفلوس تغير النفوس. المهم تبون شيء؟ أنا ساير عنكم. لا مازن أحسنت. مازن انتبه هي ماشي علامك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا مازن. كيف حالك خولة؟ الحمد لله. انت كيف حالك؟ وكيف حال خالتي؟ انا بخير وخالتك بعد بخير تسلم عليك. من اللي جاي خولة؟ هذا مازن يا ابوي. تفضل مازن. خل يا ولدي دخل دخل. ان شاء الله ان شاء الله عمي. مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالخير. مرحبا مازن. استريح استريح. احسنت عمي. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. كيف حال امك؟ بخير بخير الله يسلمك. خولة طيبة، خلونا وحدنا شوي. ان شاء الله يا ابوي ان شاء الله.
مازن. عمي ايش الموضوع اللي بتكلمني عنه؟ لا عمي خير خير ان شاء الله. عمي انت تعرف ان انا ولد اخوك. والنعم والله نعم اعرف. وتعرف يا عمي بعد ان انا وخولي يعني متربين مع بعض ونود بعض من يوم احنا صغار. صحيح. زين عمي انا بصراحة نويت على الزواج. بتتزوج؟ مبروك يا ولدي مبروك. يعني موافق؟ اكيد موافق. واللي تباه انا مستعد فيه. طلب وتدلل بس انت. لكن ما قلت لي من هاي بنت الحلال اللي بتاخذها؟ من بعد عمي؟ خولة. خولة؟ نعم خولة. بس كيف والله ايش اقول لك؟ ما اعرف ايش اقول لك يا ولدي. ايش هناك عمي بعد؟ خير؟ يا ولدي اللي اعرفه انه ما عنده غير ذاك الدكان. ايش تقصد يا عمي؟ اقصد يعني عندك مدخول غيره؟ لا. عندك تدفع مهر 500 قرش؟ 500 قرش؟ ما حالي انا يا ولدي حال العروس. العروس تبى ذهب تبى ثياب تبى وتبى وتبى ملابس. ما حالي انا ببيع الدكان يا عمي وبدفع المهر. وهين بتسكن؟ هين بسكن بعد عمي. بسكن في البيت اللي ساكنين فيه الحين. زين اذا بعت الدكان من هين بتاكل؟ وتعتقد ان بيتكم هذا مناسب انك تتزوج فيه؟ ايش في عمي بيتنا؟ يعني بالي شويه تصليحات بنصلحه وبنزيد عريش بعد شويه. زين البيت خله ما قلنا شيء. من هين بتاكل انت وحرمتك وامك بعد ما تبيع الدكان؟ ها